بعد الصراع الانتخابي المحموم بين دونالد ترامب وجو بايدن على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، جاء إعلان وسائل الإعلام الأمريكية عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي بايدن بالانتخابات الأمريكية. ومثل الملف الاقتصادي مساحة كبيرة للتنافس بين المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية، كما مثل مسار جدل بينهما وسط تباين في أجندة كل منهما لدعم الاقتصاد الأمريكي. وركز بايدن في خطته لإنقاذ الاقتصاد عن فرض زيادات ضريبية ب4 تريليونات دولار خلال 10 سنوات على شريحة 1% من الأكثر ثراء في الولايات المتحدة الأمريكية. واشتمل برنامج بايدن على زيادة إعانات البطالة واستمرار الإعانات النقدية ومساعدات مباشرة للحكومات الفيدرالية، بالإضافة إلى اشتمال خطته على رصد 700 مليار دولار لدعم الصناعة وبرامج الأبحاث، وإعفاء ضريبي يقدر ب8000 دولار للأسر. وشهد الدولار الأمريكي تراجعاً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملاته الأخيرة، متأثراً بالانتخابات الأمريكية بعد تقرير الوظائف الشهري ليسجل أدنى مستوى في شهرين، كما هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6.19%. الانتخابات الأمريكية انتهت بفوز بايدن، والعالم يترقب الرئيس الأمريكي الجديد وما سيقدمه للاقتصاد العالمي في فترة تعتبر الأصعب على العالم خلال جائحة كورونا.